وهي شير سكرين. هلا اليوم احنا راح نبلش في، او خلينا اشير كل الشاشه، اليوم راح نبلش في اللي هو الجزء الى الماده الفاينل اللي هي، خلينا نسكر هاي اللي هي شو اسمه الانتيتي فريم ورك. هلا محاضره اليوم بس بدنا نفهم مصطلحات اساسيه، مش مطلوب منك تحفظ بس تميز، لانك بدك تشتغل على شيء يربط مع داتابيس. طبعا لما نحكي داتابيس، هي شو يعني داتابيس؟ هلا بسأل كثير من الطلاب، بقول له شو الداتابيس؟ بقول له لغه برمجه. هل الداتابيس لغه برمجه؟ لا لا. ايش الداتابيس؟ قواعد بيانات، اللي هي يعني مصدر بخزن فيه داتا، يعني بدخل له داتا وبطلع منه داتا، ما فيه كودينج. الداتابيس فيها فعليا صنفين من الاوامر، في دي ام ال ودي دي ال، اللي هي دي ام ال داتا ديفينيشن لانجويج، اللي هي بتبني فيها الاستراكشرز. انتوا اخذتوا كلكم داتابيس 1، يعني بتبني تيبلز مثلا وفيوز واللي بدك اياها، وبتعرف الداتا شو الداتا تايب تبعتها وكل شيء. وفي بعد ما تبني هذا الاستراكشر بدك تصير تعمل عليه عمليات اللي هي داتا مانيبيوليشن. شو المقصود بالداتا مانيبيوليشن؟ ادخال بيانات، تعديل بيانات، حذف بيانات، تمام. وفي الاكثر واحد فيهم استخداما اللي هو سيلكت، ترجع الريتريف للبيانات. فالداتا بيس فعليا بعد ما تنشئها لها فقط اربع اوامر، اللي هي سيلكت اللي هي الاكثرهم شيوعا، وانسيرت وابديت وديليت. هدول اربع بيانات، هذا اخذته في الداتا بيس. هلا هون كفكره عامه بدنا نشرحه. دكتور معلش اقطعك، انا ما اخذ داتا بيس، في مشكله يعني. ما فيش اشكاليه، ما فيش اشكاليه يعني، مش راح تكون هالشيء العظيم. راح تشوف انه الاي اس بي بتشتغل عنا كل شيء يعني، بالعكس شغله كثير سهله. هلا شو الحلو في الانتيتي فريم ورك؟ الانتيتي فريم ورك اجت المايكروسوفت عملت لك اي بي اي. شو يعني اي بي اي؟ ابلكيشن بروجرام انترفيس، يعني هذا جزء او خلينا زي ما نسميه ثيرد بارتي، بربط بين الام في سي بروجكت تبعك مع داتا بيس معين. هلا واحد بيقول كيف يعني؟ يعني هلا عشان تفهموا شغله، الشركات اللي بتدعم الداتا بيس بتتنافس بين بعض. يعني عندك شركه مايكروسوفت في لها مثلا اكسس داتا بيس، وفي لها اس كيو ال سيرفر داتا بيس، تمام. في شركه اوراكل اللي لها الاس كيو ال، في شركه مثلا البي اتش بي والاباتشي، هذول بيستخدموا اللي هم الماي اس كيو ال. هلا هذول كلهم انظمه اداره قواعد بيانات. طيب هلا السؤال، مثلا احنا بنشتغل فيجوال ستوديو، طب الفيجوال ستوديو لمين؟ للمايكروسوفت. الانسب، الانسب اشبكه مع داتا بيس ايش تكون؟ تبعت مثلا بي اتش بي اللي هي ماي اس كيو ال، ولا تبعت مثلا اوراكل، ولا تبعت مايكروسوفت؟ دائما الانسب حاول البيئه تتناسب، يعني البرنامج اللي انت بتشتغل عليه مايكروسوفت، الافضل تجيب له داتا بيس مانجمنت سيستم منين؟ من المايكروسوفت. هلا طب لو جبته من اوراكل او ماي اس كيو ال بقدر اشبك؟ نعم بقدر اشبك، بس الافضل تشبك من نفس الصنف عشان تكون الكومباتيبلتي بيناتهم اعلى. يعني واحد بيقول لي كيف يعني؟ مجازا، مجازا للتصوير، للتشبيه يعني فقط. انا عندي سياره بدي مضخه مي، سيارتي نوعها مثلا تويوتا. هلا الصح اني اروح اشتري مضخه مي تبع تويوتا؟ بقول له واحد طب اسمع اسمع في خيار ثاني. بقول له ايش الخيار الثاني؟ بقول لي روح اشتري مضخه المي تبعت المرسيدس، وبس روح عند واحد يوسع لك الحديده هاي وركبها وبتركب تشتغل. مين الافضل؟ اجيب شيء كومباتبل ولا اجيب شيء مش كومباتبل؟ اسرع اجيب برامج بسيطه تطابق بيناتهم. دائما جيب مثلا تشتغل فيجوال ستوديو، جيب اللي هي اس كيو ال سيرفر او مثلا اكسس داتابيس. تشتغل قاعد اوراكل فورمز، جيب اس كيو ال تبعت الاوراكل. تشتغل بي اتش بي، جيب الماي اس كيو ال. هلا كلهم بالنهايه داتابيس مانجمنت سيستم بنسميهم، انظمه اداره قواعد البيانات. هلا شو اجت المايكروسوفت عشان كمان تحسن التنافس بين الشركات؟ عملت شيء اسمه انتيتي فريم ورك. عملت شيء ايش اسمه؟ انتيتي فريم ورك. هلا مجرد ما احكي انتيتي، شو يعني انتيتي؟ انتوا اخذتوا كلكم اوبجكت اورينتد، مش احنا حكينا بنبني كلاسز؟ الكلاس بيتم تشبيهه على شكل انتيتي من العالم الحقيقي. يعني مثلا واحد بيقول لي كيف يعني؟ احنا مثلا لما نشتغل سيستم جامعه على مبدا اوبجكت اورينتد، بنقول في عندنا كلاس اسمه ستودنت، بوصف فيه الانتيتي ستودنت. في عندي كلاس اسمها تيتشر، هذه انتيتي بنسميها ايش؟ تيتشر. في عندي كلاس اسمه كورس، بنعمل السيستم تبعنا على شكل انتيتي. هلا بالانتيتي فريم ورك هو يعني ثوره جديده، خلينا نيجي نحكي بالتعامل مع الداتابيس، بدل ما اتعامل بالشكل التقليدي زي ما اخذتوا انتم الداتابيس 1، لا بدي اتعامل مع الداتابيس على اساس انها انتيتي. واحد بيقول كيف يعني انتيتي؟ على اساس انها اوبجكت، انه اصير اتعامل معها كاوبجكت، اصير اعملهم ست وجت لكل اتريبيوت منها. هو الاوبجكت فيه له داتا، فمثلا انا بدي يكون عندي في الداتابيس جدول اسمه ستودنت،
لما تتعامل معاه في الام في سي من خلال الانتيتي فريم وورك راح احول هذا الجدول لكلاس. واحد بيقول لي طيب فمثلا في جدول الطالب محطوط لي رقم الطالب، اسمه، جنسه، مدينته، مثلا معلوماته هاي. بدل ما اتعامل مع جدول، الانتيتي فريم وورك تاخذ نسخه من هذا الجدول تعملها على شكل ايش؟ كلاس. فبصير لما بدي ادخل بيانات بيناتهم، بدل ما اتعامل مع التيبل مباشره بصير اتعامل مع كلاس من خلال الست والجت. مثلا بدخل الاسم بقول له ست النيم، بدي اسحب الاسم بقول له جت النيم. فانت صرت تتعامل مع الداتابيس من خلال الانتيتي فريم وورك، بدل ما تحكي مع الداتابيس مباشره، لا، الانتيتي فريم وورك بتحكي مع الداتابيس بتطلع لي اياها على شكل اوبجكت، وانا بصير ببرنامجي ابعث لهذا الاوبجكت داتا، اسحب من هذا الاوبجكت داتا. هذه هي الانتيتي فريم وورك بخلاصه. خلينا نحكي بس المصطلحات الاساسيه. الانتيتي فريم وورك از ان اوبن سورس. شو يعني اوبن سورس؟ دائما لما يحكوا لك اوبن سورس، شو يعني اوبن سورس يا شباب؟ مجاني يعني، مجاني، مجاني. بتقدر، وفي اصدارات منها بتقدر تدخل تعدل على السورس كود تبعتها، سموها ORM، اللي هي اوبجكت ريليشنال مابينج. هلا دائما كلمه مابينج، قبل ما نبلش نشرح المصطلحات الاساسيه، شو يعني مابينج؟ المطابقه. يعني طلعوا معي مثلا، بشرح لكم اياها هيك. عندي مثلا هون اربع سلاك، وهون اربع سلاك. هذا مثلا بنتي يو اس بي، هذا بنتي سيريال، هذا بنتي فيش كهرباء ثلاثي، تمام. هذا مثلا يو اس بي 3 الصغير، هذا اليو اس بي سي، وهون عندي اربع سلاك كمان تانيين يقبالهم، بس مش كومباتبل مع بعض. يعني اليو اس بي هون مش محطوط لها فتحه يو اس بي. شو الحل البسيط؟ الحل البسيط انه اجيب شيء بالوسط، مثلا عشان اشبه لكم اياها، السلك الثاني مثلا نعتبره فيش ثلاثي، اللي هو فيش الكهرباء الثلاثي، الفتحه اللي بده يدخل فيها بس جزئين. كيف الحل؟ بدك تحط فيش ثلاثي بجزئين. شو بتجيب؟ بتجيب ادابتر. بجيب الادابتر اللي هو بتحطه فيها، اذا عندي اياه انا مثلا، لا والله ما عندي شيء، بجيب اللي هو الادابتر بحطه بطلع فيشين، بدخل بالفيش الكهرباء بكسر التيار الكهربائي. هلا عشان تفهم معي، الداتابيس تيبلز، الاي اس بي بتتعامل على مبدا كلاسز، على مبدا اوبجكت. كيف بدي احول التيبل لكلاسز؟ بعمل مابينج ما بين الداتابيس والكلاسز تبعتي. يعني تحول التيبلز لايش؟ لكلاسز. فشو يعني مابينج؟ يعني عندي جدول اسمه طالب، له رقم واسم وجنس ومدينه، هدول في التيبل، تمام. بدي عشان اخلي الاي اس بي تربط معاهم، بدي اعمل مابينج من ريليشنال موديل، ريليشنال المقصود فيها تيبلز، لايش؟ لانتيتي، اللي هي الكلاسز احنا بنسميها. فبقول رقم الطالب الموجود في الجدول هذا ينعكس على رقم الطالب الموجود في الكلاس، اسم الطالب الموجود في الجدول ينعكس على اسم الطالب الموجود في الكلاس. هذا شو بنسميها العمليه؟ مابينج. ايش بنسميها؟ مابينج، يعني اوصل الخطوط. فهي ORM اللي هي Object Relational Mapping، يعني احول ما بين Object وايش؟ وتيبل، اربط بيناتهم، اطابق بيناتهم. For.NET Application supported by Microsoft، يعني هاي مخصصه، خص نص لمين؟ لمنتجات مين؟ .NET تبعت المايكروسوفت، مش مخصصه للبي اتش بي او مثلا لاوراكل فورمز، هاي اللي بيستخدم مايكروسوفت بعطوك اياها مجانا. ميزتها المهمه انها بتساعد الديفلوبر تو ورك وذ داتا يوزنج ايش؟ اوبجكتس. بدك تتعامل مع داتا بيس على شكل اوبجكتس، تمام، اللي هي احنا راح نحكي عنها لقدام، اللي هو احنا بلشنا في عندنا شيء اسمه كنترولر، في عندنا شيء اسمه فيو، والثالث اللي هي الام في سي. ام اختصار مين؟ موديل. شو هي الموديل؟ هي كلاسات، الكلاسات تبعت الداتا، اللي هي هلا بالعاده احنا راح نشبكها مع داتا بيس، تمام. فهي بتسهل على المستخدمين التعامل مع الداتابيس على شكل ايش؟ اوبجكتس، وبدون ما تخليهم يقعدوا يتطلعوا على تفاصيل الداتابيس. يعني بدون ما اقعد اطلع انه والله هاي المعلومه موجوده بانو جدول وشو نوعها وشو كذا وشو كذا، لا، ما لي خاص، بكون في عندي اوبجكت بقول له ست وجت للقيمه بس، بدون ما اطلع على الانترنال ستراكشر تبعت الداتابيس وشو الاعمده وشو اسم الجدول وكيف اوصل له وكيف ما وصلوش، ما ليش، خلاص في عندي كلاس جاهز بجيب لي كل شيء. راح نشوفه هلا، بس نبلش فيها عمل. الانتيتي فريم وورك دائما نسميها هاير ليفل اوف ابستراكشن، دائما بتعمل هاير ليفل اوف ابستراكشن. واحد بيقول شو معنى ابستراكشن؟ الابستراكشن، طلع عشان ابسط لك اياها، زمان زمان لما كنا نبرمج، يعني نفهم بس من جنرال شو معنى كلمه ابستراكشن. زمان لما كنا نبرمج مثلا زي هلا
اللغات الجديدة زي النتبين زي الفيجوال ستوديو الفورم أبليكيشن. لما تيجي تصمم الشاشة كنت بتقدر هيك تيجي تكبس على البطن دراج عند دروب وتحطه هي جاهز. هلا هذا بنسميه أبستراكشن. واحد بيقول كيف يعني أبستراكشن؟ زمان لما كنا نيجي نشتغل على البرنامج إذا بدك تسوي أي شيء بدك تكتب كود عشان تسوي. هلا أجت الـ API الجاهزة الـ EDI اللي هي Integrated الـ IDE عفوا هي الـ Integrated Development Environment. صارت لك بدل ما تقعد تكتب كل شيء جهزت لك أنا كل شيء جاهز. هذا بنسميه عمل لك أبستراكشن، أخفى الحقائق المرة زي ما بقولوها عندك، سهل لك إياها كل شيء جاهز، ما عليك إلا تعمل دراج أند دروب خلاص بتصير إيش مالها موجودة عندك. يعني زمان زمان لما كنا نيجي نبرمج الكمبيوتر أنت كنت لازم تبرمج الكمبيوتر إنه هلأ أستقبل من الكيبورد بالجافا. أنت بتعودش تبرمج الكمبيوتر كيف تستقبل بالكيبورد، تقول له مثلا عرف سكانر اسمه إنبوت، هذا اسمه أبستراكشن. بدل ما أقعد أنا خليك تشتغل كل شيء بإيدك، لا جهزت لك شغلات جاهزة. هلا هي higher level abstraction. شو المقصود في higher level abstraction؟ بدك تتعامل مع الداتابيس، تدخلش بتعقيدات الداتابيس إنه شو الجدول وأقعد أكتب كلمة select و from where، هذا ينزل الكاش فيه. هو أنا عندي شغلات أسهل من هيك، بخليك تشتغل على higher level of abstraction to deal with data عشان تتعامل مع بياناتك. دائما الداتا راح تكون على شكل Data-oriented application، يعني عم أبدأ إيش؟ Objects with less code compared with traditional application، مع كود أقل من الكود التقليدي في البرامج العادية. The official definition، التعريف الرسمي للEntity Framework هي Object-relational mapper، بتوافق ما بين الكلاسات تبعتك والDatabase. That enable developer to work with database using .NET Objects، بتتيح للمستخدم أن يتعامل مع الDatabase تبعتك على شكل Object. It eliminates the most need of data access code developer usually need to write a program. فإنه بتريح المستخدم في البرمجة زي ما راح تشوفه لقدام. معلش اليوم نظري من نأخذ مصطلحات الأساسية نميزها. هلأ النقطة الأولى دك ميزة شو يعني الـ شو اسمه الـ Entity Framework؟ هي عبارة عن مابر ما بين الـ Database والـ ASP/MVC بحيث أنه بجيب الـ Database على شكل Object. هلا بورجيكم صورة عنها. تمام؟ Entity Framework وين موقعها؟ يعني مثلا عشان تشوف هاي الرسمة اللي بتوضح وين تيجي الEntity Framework. الEntity Framework نسميها Data Layer. شو يعني Data Layer؟ اللي هو Layer هي طبقة بتوصل وبتدخل، يعني بتطلع بيانات وبترجع بيانات ما بين مين مين؟ ما بين مين ومين يا شباب؟ يعني هلا احنا في الASP طلع ضل معي خلينا اجي انزل تحت هاي او هي هون. احنا هلا تعلمنا في الASP في عندنا اشي اسمه View اللي هي شاشة بيشوفها المستخدم. الفيو يعني هي عشان تشوفوا معي أو خليني أحطه. الفيو تتخاطب مع إشي إيش اسمه؟ كنترولر. إنه الكنترولر بيستدعى فيو. الفيو مثلاً بعب اليوزر عليها داتا بيكبس على كبسة برجع بيستدعى الكنترولر. طب هاي البيانات مؤقتة، يعني مجرد ما طلعت من الموقع شو صار فيها؟ راحت. طب إذا بدي بيانات تتخزن بشكل دائم اضطر اعمل مصدر بيانات خزن فيه داتا. بالعاده العرف مصادر البيانات شو بنعرفها؟ داتابيس. هلا عشان اتعامل مع الداتابيس شو بكون عندنا؟ موديلز اللي هي ايش؟ الموديل احنا بنسميها اللي هي كلاسات. تمام؟ هاي الكلاسات الموديل المفروض يتعامل، هاي الموديل يتخاطب مع ايش؟ داتا بيس او داتا سورس على سبيل المثال. احنا نسمي لنا داتابيس. طب هلا هاي كلاسات مثلا سي شارب او في بي. طب والداتابيس ممكن يكون مبنية أكسس، ممكن SQL سيرفر، ممكن أوراكل داتابيس، ممكن MySQL. كيف بدي أخليها تتخاطب مع الموديل؟ وين بيجي الـ Entity Framework؟ الـ EF بتيجي هون exactly. وين تيجي؟ هون. يعني أنت فعلياً مثلاً أنت اليوزر انترفيس اللي هي المقصود فيها الـ View. عشان تظهر الداتا من الداتابيس لهون شو بدي يصير؟ بدها تبعت الداتابيس، يعني اليوزر بطلب ريكوست مثلا بقول بدي اعرض من اشوف كل طلاب الجامعه، فالفيو بتبعت للكنترولر بدي كل طلاب الجامعه. الكنترولر بخاطب الموديل اللي هي كلاسات تشابه الداتابيس تبعتي بمحتوياتها انه بدي كل الطلاب تبعون الجامعه. الموديل ما بيقدر يخاطب الداتابيس، بخاطب مين؟ الانتيتي فريم ورك. والانتيتي فريم ورك بتخاطب الداتابيس انه بدي هاي الداتا، بتجيبها من هون بترجعها للانتيتي فريم ورك اللي بيرجعها للموديل، والموديل بعطيها للكنترولر وبعاد يرجعها لمين؟ للفيو. فهي موقعها الحقيقي هي هون، هي كداتا لاير بين الموديل والداتابيس تبعتك اللي بنوصله لمين؟ لليوزر انترفيس.
تمام. هلا احنا مش مطلوب نبصم بس ندرك وبس نبلش نشتغل توضح هاي الامور. الانتيتي فريم ورك فيتشرز شو ميزاتها هاي الانتيتي فريم ورك؟ اول شيء كروس بلاتفورم. شو يعني دائما لما احكي كروس بلاتفورم مين بيعرفها هاي الكلمه؟ لازم تصيروا تفهموها شو يعني بلاتفورم. البيئه اللي يشتغل تحتها، بيئه ويندوز ولا بيئه ماك ولا بيئه اندرويد ولا اي او اس ولا اليوم إيه؟ كلهم دكتور. هلا لاحظوا هي كروس بلاتفورم، هي تتبع تحت انظمه ويندوز او لينوكس او ماك. هاي ميزه. زمان مثلا انا شغال مثلا على ويندوز ما بقدر ارفع على سيرفرات غير ويندوز، ما بقدر اروح ارفع على سيرفرات لينوكس. هلا لا صار الميزه، لا يا عمي تعال ارفع على لينوكس، ارفع على ماك عادي ما عندي اشكاليه. فهي ميزه فيها. طيب ثاني ميزه فيها الموديلنج اللي هي حكينا عنها، انه بنشئ لي الاي دي ام اللي هو انتيتي داتا موديل، اللي هو صوره طبق الاصل عن مين، عن الداتا بيس تبعتي على شكل اوبجكتس، على شكل انتيتيز. هلا بورجيكم اياها. تمام. بيعمل لكل انتيتي ايش؟ لكل داتا ممبر في الانتيتي تبعتي ست ايش وجيت لها، بدل ما اقعد اتخاطب مع جدول لا بتخاطب مع اوبجكت، ست النيم كذا جيت النيم كذا. هذا اللي الحلو فيها، وهي لحالها بتعمل الداتا تايب المناسبه حسب الداتا بيس. فهي فيها عمليه انه اول شيء كروس بلاتفورم، انها بتنطبق على عده بيئات، بتتعامل مع الداتا بيس على مبدا انها موديلنج، على مبدا انها انتيتيز. تمام. فيها مبدا الكويري، الاستفسارات. هلا دائما احنا ليش بنسمي كل الداتا بيس بنسميها كويري لانجويج؟ الكويري يعني استرجاع بيانات فقط، اللي هي الريتريف احنا بنسميها. طب ما في انسيرت وابديت وديليت، ليش دائما الداتا بيس بنسميها كويري لانجويج؟ لانه 90 او 95% من الاوامر على الداتا بيس هي ليست انسيرت ولا ابديت ولا ديليت، هي ايش؟ هي ريتريف، اللي بنسميها احنا كويري. في الانتيتي فريم ورك لما تعمل استفسارات ما راح تقعد تكتب جمل اس كيو ال، انما راح نستخدم شيء اسمه لينكيو كويريز. لينكيو كويريز راح اورجيكم، هي سنتكس بسيطه جدا، اما باستخدام سي شارب او في بي. احنا طبعا راح نشتغل باستخدام مين؟ سي شارب. راح تشوفوا شغلات بسيطه، يعني ما في داعي تكون لك خبره في الداتا بيس عشان تقعد تسوي هاي. فانت لما بدك تسترجع بيانات راح تكتب شيء اسمه لينكيو كويريز عشان ترجع من الداتا بيس تبعتك. واحد بيقول لي طب لو بدك تكتب اس كيو ال بصير، بس احنا بدنا نورجيكم على مبدا انه نتعامل اوبجكتس، ما بقعد اتعامل زي ايام زمان في الداتابيس على مبدا انها اس كيو ال. تمام. هلا في كمان ميزه اسمها تشينج تراكينج. شو يعني تشينج تراكينج؟ متابعه التعديلات. فعشان اخفف عبء على الداتابيس مثلا، كيف مثلا عندي تيبل في الداتابيس اسمه ستودنت، هذا التيبل الحقيقي. هلا لما الاي اس بي بدها تتعامل مع التيبل هذا بيكون في عندها انتيتي ثاني مطابقه لمين؟ للجدول، برضه اسمها ستودنت. فمثلا الطالب كان معدله 90، قلت والله عمي اغلطنا مع الطالب هذا، ارفع معدله ل 95، رفعناه ل 95، بعدين إيه استنى لا يا عمي هذا ما مش 95، لا هذا 90 اللي تحته 95، فرفعت ل 95 بعدين رجعتها ل 90. هلا شو الحلو مثلا في الانتيتي فريم ورك؟ تعمل تراك تشينجينج، تطلع انت كانت العلامه في البدايه 90، رفعتها ل 95 عاودت رجعتها ل 90، هل صار تغيير؟ هلا فعليا واحد بيقول لي صار تغيير. هلا هو قبل ما يسيب بتطلع هل القيم القديمه تغيرت ولا رجعت زي ما كانت؟ اذا رجعت زي ما كانت فيش داعي اروح اعمل عبء تسييب، اذا تغيرت روح اعمل ايش؟ تسييب. فدائما انت عمليه السيف جزئين في الانتيتي فريم ورك، تشينج تراك اتبع التغييرات اللي صارت على الانتيتي فريم ورك تبعتي، الاي دي ام اللي هو انتيتي داتا موديل تبعي اللي هلا بورجيكم رسمته، انه صار في تعديل ولا لا. اذا صار في تعديل بستدعي امر ايش اسمه؟ سيف. التعديلات دائما على الداتا بيس هي ضمن ثلاث اوامر، انسيرت وابديت وايش؟ وديليت. واحد بيقول لي طب سيلكت مش تعديل، سيلكت استرجاع بيانات، ما تعتبر عمليه سيف. سيف هذول الثلاثه. هلا دائما تشينج تراكنج بصير يفحص هل تم تعديل شيء على الداتا بيس، على القيم تبعت الداتا بيس اللي هي صوره تبقى الاصل عنها في الانتيتي فريم ورك. اذا تم التعديل بروح بنفذ امر ايش اسمه؟ سيف ايش؟ تشينجز ميثود. يعني دائما راح تشوف واحنا نشتغل راح نصير نحط كونتكست دوت سيف تشينجز، انه كل ما اعدل مثلا شيء بدي اسيف على الداتا بيس بعمل ايش؟ سيف تشينجز. هذول الاثنين دائما مرتبطات مع بعض، التراكنج انه اطلع فيه عن جد شيء تغير على المحتوى ولا لا، اذا تغير روح سيف، ما تغير خلاص لا تسيف. تمام. وفيها دائما تدعم الكونكرنسي. في حدا بعرفش يعني الكونكرنت اكسس؟ كونكرنسي كنترول. شو يعني كونكرنت؟
هو مع بعض دكتور بيشتغلوا. يعني هذا مهم تفهمها يعني كمبرمج للعلم بالشيء، للعلم بالشيء هاي عشان تشوفوا معي هذا لأنه جدا مهم. هاي هون يعني هذا الأدفانس بس للعلم بالشيء. مثلا عندي أكاونت بنك مثلا اسمه إيه تمام، أو للزيتون مثلا في 1000 دينار عشان أفهمكم شو يعني الكونكرنت أكسس، لأنه هاي كمان بتحمل لك عافير بس بكرة تشتغلوا تكون أنت منك خصص بقصص المصاري. هلا إذا بتبني سيستم ما فيش فيه كونكرنت أكسس أكلت هوا، واحد بيقول لي كيف يعني. هلا هذا رصيد لجامعة الزيتون، هاي كمؤسسة كشركة تعطي لكل واحد صلاحية إنه يسحب، يعني المدير المالي معه صلاحية يسحب، مثلا رئيس الجامعة معه صلاحية يسحب، مدير هيئة المديرين مثلا معه صلاحية يسحب تمام. ففي عندي طلع معي عندي يوزر A معه صلاحية يسحب، يوزر B، يوزر C. هلا شو يعني كونكرنت؟ بنفس اللحظة أجو أكثر من يوزر يعدل على نفس الداتا. واحد بيقول لي طيب، فمثلا لو مش حاطط كونكرنت اكسس طلع شو بيصير؟ الأول قال بدي أسحب 800 دينار والثاني قال بدي أسحب مثلا خلينا نحط هاي بدي أسحب 700، الثالث قال بدي أسحب مثلا 500. هلا طلع معي إذا مش عامل كونكرنت اكسس الثلاثة أجوا بنفس الملي سكند، ها من خلال عملت أجوا بسحبوا أونلاين تمام، الثلاثة بنفس الملي سكند أجوا بنفس اللحظة قالوا بدنا نسحب من الحساب إيه. فالأول شو بقول للكمبيوتر؟ والله أنت بدك تسحب 800، قديش الرصيد بنفس هاي اللحظة؟ 1000. بقدر أسحب من 1800، بقول للكمبيوتر أوكي. الثاني أجا بدي يسحب، قال له أنا بدي أسحب بنفس اللحظة، بنفس لحظة الأول، يعني أجا الثلاثة ريكوست بنفس اللحظة، قال له آه والله أنت عندكم رصيد 1000 فبسحبك كمان 700. الثالث أجا بدي يسحب برضه كمان بنفس اللحظة، شو قال له كمان الكمبيوتر؟ أوكي. يسحبوا الثلاثة 2000 دينار. طب الرصيد قديش فيه؟ 1000. وهاي صارت مع زميل إلي، يعني كان في بنك من البنوك دون ذكر أسماء، لما برمج الويب سايت تبعهم للأونلاين ما كان داعم الكونكرنسي كنترول، فصاروا الناس يسحبوا، يعني سحبوا إنه الرصيد فيه مثلا 700 ليرة، سحبوا أكثر من واحد بنفس الوقت، انسحب أكثر من الرصيد. هلا هاي الخطأ هذا على المبرمج، ها انت كمبرمج عليك مسؤوليه بدك تغطي هاي المصاري اللي راحت. هلا شو يعني الكونكرنسي كنترول؟ كونكرنسي كنترول عندي معلومه اجي عليها طلب لتعديلها. هلا الداتا في لها وضعيتين، يا ريد يا رايت. الداتا في لها ان جنرال داتا يا ريد يا رايت عليها. الريد ما بنعملوش كونكرنسي كنترول، عادي الكل يشوفه بنفس الوقت. وين المشكله؟ دائما عند الرايت، التعديل. هي بنسميها ايش؟ وضعيه الرايت اللي هي إيديتنج، انت بدك تعدل في القيمه، تزيدها او تنقصها. الكونكرنسي كنترول طلع شو بصير لما يجي ثلاثه ريكوست، طلع شو بقول بعطي برايورتي، بعطي اولويه لواحد. فمثلا اجوا الثلاثه بنفس اللحظه، بقول لهذا اون انت شغال، هدول ايش بقول لهم؟ هولد، وقف. والواحد كيف يعني وقف؟ يعني ما بنفذ الثلاثه اكشنز بنفس اللحظه، بعطي صلاحيه لواحد انه ينفذ. فبيجي الاول سحب 800 اوكي، ولسه هدول كلياتهم هولد. بعد ما سحب 800 بصير خلص هذا ايش اسمه اوكي. هلا مجرد ما سحب 800 قديش صار الرصيد هون؟ 200. فهلا بيجي بعطي لهذا بقول له انت اون، وهذاك ايش ضله؟ هولد. هذا بيجي بيعمل له ريكوست، بقول له بدي اسحب 700، بقول له والله يا عمي ما بزبط، نو مثلا نو سفيشنت مثلا بالانس، ما في عندك رصيد. بيرجع بفك عن هذا الهولد، بحوله هلا اون، يلا اون انت. بدي اسحب 500، بقول له والله يا عمي لا نو. هذا اسمه الكونكرنت اكسس، كونكرنسي كنترول. لما يصير عندك عمليه تعديل على بيانات بنفس اللحظه من اكثر من ريكوست، من اكثر من يوزر. او كمثال ثاني، عندك شعبه في الجامعه، انت كطلاب بتسجلوا، سعه الشعبه 40، العدد الموجود في الشعبه حاليا 39، يعني ضايل كم كرسي؟ كم طالب بسمح له يسجل؟ واحد. اجوا خمسه بنفس اللحظه يسجلوا، اذا ما كنت عامل كونكرنسي كنترول شو بسوي؟ بصير مسجل بالشعبه 44 طالب. لو مشغل الكونكرنسي كنترول بعطي برايورتي لواحد، في خوارزميات دائما لاعطاء البرايورتي الاولويه، يعني بعطي الاولويه لواحد، مجرد ما سجل هذلاك بكونوا هولد، فبس يروح للثاني بقول له والله فل، الثالث فل، الرابع فل، الخامس فل. ففعليا ما بتسجل بالشعب الا كم طالب؟ طالب واحد. هذا بنسميه الكونكرنسي كنترول. طبعا الحلو في هذا الدون سيف
الحلو في الانتيتي فريم ورك هي بتدعم باي ديفولت هاي الشغله, هاي اوفر رايتنج تشينج ميد باي انذر يوزر سينس داتا وير فيتش فروم ذا داتابيس, يعني بتحمي الكونكرنت اكسس. تمام. وفي شيء كمان شيء اسمه ترانزاكشن مانجمنت. شو يعني ترانزاكشن؟ اللي هي العمليات على الداتابيس. انا ريت ما سكرتش هذاك, تعال افهمكم اياها شو يعني الترانزاكشن بس عشان تفهموها للعلم بالشيء. احنا مصطلحات بس اليوم بنتكلم. اسهل مثال, عندي اكاونت اسمه A, وعندي اكاونت ثاني, هاي اكاونت ثاني مثلا اسمه B. فهذا الاكاونت مثلا, خلينا نجي نحكي او خلينا ننزل صفحه جديد, هاي هون هنا في مثلا 1000 دينار, هذا فيه ايش, هاي هون تاب تاب تاب, هذا فيه مثلا 200 دينار. هلا شو يعني ترانزاكشن؟ عشان تفهم معي بدي اسحب من هون 500 واحطها هون, هل هو امر واحد؟ لا. عملية السحب من حساب وإيداع بحساب ثاني هي أول إشي بدي أجي الخطوات يعني تبعته. هاي أول إشي بدي أسحب 500, فمن حساب A بدي أعمل ماينوس 500, بعدين أحولها للحساب B بلس إيش 500. فهذا منسميهم ترانزاكشنز. يعني هنا صار في عندي كم من ترانزاكشن؟ تنين. طب واحد بيقول لي طب شو المهم بترانزاكشن مانجمنت؟ هلا واحد طلب مثلا انا من حساب A بحول للحساب B, قلت له انقل 500 من هون لهون. هلا اول بروسيس ستيب 1, هاي بنسميها ستيب ايش 1, هاي ترانزاكشن 1, تم طرحت 500. هلا اذا مشيت الامور التمام اللي هي بتيجي ستيب 2, ستيب 2 زيد 500 على الحساب B, ستيب 3 سيف. هاي ستيب ايش, ستيب 3 ايش بنعمل؟ سيف. هذا مشيت الامور, هاي بنسميها ترانزاكشن. طيب واحد بيقول لي طلع على السيناريو, بلشنا نسحب, سحبنا 500, اه والله سحبنا 500, هذا نزل لكم؟ 500. ركزوا منيح معي, اجينا عند ستيب 2 بعد ما نقصت من هون 500 بدي اضيفهم على الحساب بي, فصلت الكهرباء. فهاي نوت دون, لم يتم اكمالها. هلا طب اوريدي انا صرت منقص من هون 500, يعني هلا هذا كان حسابه 1000 نزل ل 500, لم يتم اتمام كل اللي ترانزاكشن. هلا احنا فعليا الامر انت الك كبني ادم امر واحد, انه عمليه سحب وايداع, هيك انت بتقول لي على سبيل المثال انه بدي اودع بحساب كذا كذا كذا, هل قد مصاري هذا ترانزاكشن بالنسبه للكمبيوتر اكثر من البروسيس, يعني اكثر من ترانزاكشن مع بعض بنسميه. قطعت الكهرباء لم يتم, هاي بعملش سيف, يجي شيء اسمه ترانزاكشن مانجمنت بيعمل شيء اسمه رول باك. يعني رول باك تراجع, فانت اوريدي بس بلشت كنت منقص من هون 500, ما بثبت ما بعمل سيف, مش في حكينا ايش اسمه التراك تشينجز, يتبع التغييرات اللي صارت هل تمت كلها ولا ما تمت. هلا ما تمت بعمل رول باك. رول باك شو بسوي؟ برجع بقول يا عمي هذا ترانزاكشن اول واحد طرحت فيه 500 دينار الغيه, فارجع لهذا كمان 500, شو برجع حسابه هذا 1000. هلا ايش الحلو بالانتيتي فريم ورك؟ انها بتدعم الترانزاكشن مانجمنت, هذه هي تعمل ترانزاكشن مانجمنت, بتدير الترانزاكشن بتصير على الداتابيس, عمليات التعديل على الداتابيس. في كمان ميزه فيها الكاشينج, واحد بيقول شيء الكاشينج, دائما انت بقول لك حط الشغلات اللي بدك اياها دائما بالكاش. هلا الحلو في الاي اف الانتيتي فريم ورك انه دائما بتصير تطلع شو البيانات اللي دائما معمول لها ريكوست على الداتابيس تبعتك, يعني دائما في شغلات انت بتطلبها بتصير بدال ما تضلها كل ما بدك تطلبها تجيبها من الداتا بيس بتصير تحطها عندها في كاش. شو يعني في الكاش؟ في الميموري تبعت الجهاز تكون مجهزاها, لانه اكثر من يوزر دائما بيطلبها, خلاص بخليها عندي على جنب عشان سرعه الوصول إلها. فهي بتدعم الكاشينج, بتدعم ايش الكاشينج, بتشوف هي عندها خوارزميه معينه للاحصائيات بتطلع مين دائما الهيتنج عليها اكثر شيء, مين هي اللي دائما بيطلبوها اليوزر, بحطها عندي في الكاش عشان لما بدهم اياها مش اروح على الداتا بيس اجيبها, هي موجود عندي بالكاش بضيفهم فيها مباشره. في عندك شيء اسمه البنت بلت ان كونفنشنز والكونفيجريشن, دائما انت بالانتيتي فريم ورك بتصير تبني الداتابيس تبعتك على شكل الاوبجكتس, فبنحط لها رولز معينه ديفولت رولز, في عندك قواعد معينه. الكونفيجريشن انت باي ديفولت لما تيجي تبني مثلا من التيبلز تبعتك اوبجكتس بنحط في لها رولز للصلاحيات, انه كيف مثلا بدك تدخل 1 2 3 4. طب بدي ازيد عليهم كمان معلومه على سبيل المثال, بدي اطلع كمان معلومه اضافيه. هلا الكونفنشنز المقصود فيها الستاندرد تول, هاي اوتوماتيكلي بتنبنى, بنعملها اوتو كونفيجريشن او اوتوماتيكلي كونفيجر.
الكونفيجريشنز هاي تيجي انت عندك تقدر تعمل اوفر رايد للديفولت كونفنشنز اللي هي الشروط اللي بناها عمليه الكونفنشن هاي بلت ان يعني بتنبنى تلقائيا راح اوريكم اياها بس نيجي نشتغل على الداتابيس يعني بتقدر تعدل على الديفولت رولز اللي بتنبنى مع الاوبجكتس تبعونا في ميجريشن ميجريشن اللي هو ادخل البيانات من بيئه لبيئه من فريم ورك 4.0 ل 4.5 مثلا بدي اعمل ميجريشن هجره من نظام لنظام حلو فيها انه الانتيتي فريم ورك تدعم اللي هي عمليه التصدير من سيستم قديم لسيستم جديد او بالعكس طبعا بالعكس بدك تراعي انه هل هو كومباتبل ولا لا يعني الفريم ورك بدك تنزل لها هل تدعم كل الفيتشرز تبعت الداتا بيس تبعتك ولا لا هاي اللي ننتبه لها ميجريشن للهجره هاي اللي هي ميزاتها انه تشتغل على عده بيئات بتنمذج الداتا على شكل اوبجكتس بتتيح لك الاستفسارات باستخدام لينك كيو دائما لعمليه السيف عندي خطوتين بتتبع تشينج تراكينج وايش والسيف اذا في تشينج عن جد للتراك اعملها سيف ما في تشينج خلاص لا تضل بحالك وتسيف تدعم الكونكرنسي كنترول تدعم ترانزاكشن مانجمنت بتتيح لي اعمل كاشينج تبني رولز اوتوماتيكيه وبقدر اعدل انا على هاي الرولز وبقدر اعمل ميجريشن انقل من سيستم لسيستم دكتور سؤال صغير اسال الـ MVC فيها external services؟ كيف يعني external services؟ يعني الوزدل وهذولا دكتور؟ ما بعرف هذول بعرف شو بلك عنه انت شوف دور على جوجل وشوفها تمام يعني شغلة أنا ما اشتغلتهاش بفتيش فيها بس فيها خدمات كثيرة هلأ هي الحلو فيها أنها هي API متوافق يعني Application Program Interface بدعم عدة شغلات هلأ عشان تشوفوا معي شو هو الـ Entity Framework in general انه انت بتعمل ماب للكلاسز تبعون الداتا بيس سكيم يعني بتبني منهم اوبجكتس هلا بورجيكم اياها يعني زي رسمه هون مثلا او هيها هون يعني شو يعني مابينج يعني مثلا في الداتا بيس عندي جدول اسمه ستاندرد وعندي جدول اسمه ستودنت وعندي جدول اسمه تيتشر وعندي جدول اسمه ستودنت ادرس وعندي جدول اسمه كورسز في الداتا بيس هلا في الانتيتي فريم ورك بتيجي بتبني شيء اسمه انتيتي داتا موديل Entity Data Model بمسك كل تيبل موجود في الداتابيس وببني عنه Entity فلاحظ جدول Standard في عندي Standard ID في عندي Standard Name في عندي Description هدول موجودين كحقول في الداتابيس بنيتهم كEntity بنيتهم كإيش؟ كEntity هدول Entities بنسميهم ووضحت شو Relation فمثلا واحد بيقول لي هون Navigation شو يعني؟ يعني هذا جدول Standard يرتبط مع لاحظ حكي لي هون Student إذا شايفينها يرتبط هي مع student ويرتبط مع مين مع teacher جدول student هي حقوله طبعا بطابق الداتا تايب انه هذا integer هذا string هذا كذا هذا كذا اللي هي varchar احنا بنسميها بدل string هون بقول لك هون النافيجيشن جدول student ترتبط مع standard يرتبط مع student address يرتبط مع الكورسز عفوا هي الكورسز جدول مثلا student address هي حقوله ويرتبط مع جدول مين student يعني بحدد الريليشنز بيناتهم او النافيجيشن هلا هو باخذ صوره عن الداتا بيس بشكل كلاسات يعتبرها او احنا بنسميها انتيتي تمام هاي الكلاسات اللي هي صوره افتراضيه كونسبتشوال موديل احنا بنسميها شو يعني كونسبتشوال افتراضي عن الداتا بيس مطابق لها وبربطها مع كلاساتك بالموديل يعني لاحظ انت هلا لما تيجي تتعامل في الداتا بيس في الام في سي ما راح تيجي تطلع لا على الانتيتي ولا على الاس كيو ال بتصير تقول في عندي كلاس اسمه ستودنت لما بدي اجيب رقم الطالب بستدعي الداتا من بر اللي اسمه student id بقدر اعمل له set وايش بقدر اعمل له get بدي اعطيه قيمه بحكي له set بدي اجيب قيمته شو بحكي له get بدون ما عاد اطلع كيف موجود في الانتيتي وكيف موجود في الداتابيس هاي الحلو فيها فانت عندك الانتيتي فريم ورك بتعمل ماب بتطابق الداتابيس مع الاي دي ام لما بدك انت تسترجع بيانات او تدخل بيانات بكتب شيء اسمه لينك كيو to entity queries يعني انت بتيجي بتكتب هون في الكود تبعك في الموديل استفسارات على شكل لينك كيو بتنعطى له الاي دي ام للانتيتي داتا موديل اللي هو وظيفته يكمل مع الاس كيو ال داتابيس مع الداتابيس الحقيقيه تبعك اللي هي الستورج موديل احنا بنسميه بعدين شو بيعمل تراك تشينجز وسيف تشينجز بتابع التغييرات اللي صارت وبيسيفها هذه هي الانتيتي فريم ورك فالانتيتي فريم ورك بتعمل مابينج للكلاسز مع الداتابيس استفساراتك من خلال لينك كيو على شكل اوبجكت مش على شكل اس كيو ال ستيتمنت وبعمل تراك للتشينجز وسيف لها اذا تم التعديل لها فالانتيتي داتا موديلها زي ما حكينا في كونسبتشوال موديل بنعمل له مابينج مع ايش
مع الستورج موديل، هاي الداتا بيس تبعتك وهي المودلز راح تشتغل عليها. الموافق بين الموديل تبعتك الكلاسات العاديه تبعتك والداتا بيس هو مين؟ الاي اف الانتيتي فريم ورك تبعتك، من خلال انها تبني شيء اسمه ايش، انتيتي داتا موديل. احنا مش مطلوب نفهم كل شيء اكزاكتلي 100%، بس يعني ان جنرال. يعني لاحظ هنا التيبل اسمه ستودنت، انبنى كلاس شو اسمه ستودنت، التيبل فيه حقل اول اسمه ستودنت اي دي. شو نحط عندي هون كداتا ممبر في الكلاس؟ ستودنت اي دي. اوتوماتيكلي هذا انتجر، هذا راح يكون اوتوماتيكلي ايش نوعه؟ انتجر. هذا برايمري كي مثلا، لا والله مثلا مش محطوط برايمري كي، نتنل عفوا، نتنل، فبكون حاطط شرط هون ضمن الكلاس تبعك انه نتنل. هاي عملية الموافقة بين أسماء الجداول والحقول والداتا تايب تبعتها والبيانات، شروط البيانات اللي عليها، هاي بنسميها عملية المابينج، المطابقة بيناتهم. هلا اليوزر لما يجي يطلب بيانات بخاطب كلاس ستودنت، بقول له مثلا عبي داتا، فبعثت اسم رقم طالب واسم ولاست فيرست نيم ولاست نيم، ببعثهم للاي اف الانتيتي فريم ورك اللي هو على الكونسبشوال موديل، بيعمل مابينج بطابقها مع الداتا بيس، بروح بعدل عليها. هذه هي الانتيتي ريليشن موديل، اللي هي هاي زي ما حكينا كونسبشوال موديل. في عندنا الخاطب يعني مع الكونسبشوال موديل، الكونسبشوال موديل بيعمل مابينج مع ايش، مع الاستورج موديل، تمام، من خلال طبعا خوارزميات بي او سي او هذول، ومن خلال الاي دي ام الانتيتي داتا موديل. فاحنا بدناش يعني اقعد افصل لكم اياهم نظريا، بس الفكره انه انت بدك تخاطب كلاس، هذا الكلاس بخاطب الانتيتي داتا موديل، انت الداتا موديل بتعكس على الداتابيس، تمام. هلا الكويرينج الاستفسارات، الاستفسارات لاحظوا انتم زمان لما اخذتوا الداتابيس كنتوا تكتبوا زي هيك الاستفسارات، سواء السيلكت او انسيرت او ابديت، هيك كنتوا تكتبوها بصيغه اس كيو ال. فمثلا انا لو بدي استرجع مثلا، هذا مثال اخذته انا من موقع سيلكت ستار فروم ستودنت. شو يعني سيلكت ستار فروم ستودنت؟ روح جيب لي كل الاسطر الموجوده بجدول الستودنت بشرط انه الفيرست نيم ايش يكون؟ فيل. هيك كنتوا تكتبوا بالاس كيو ال انتم زمان. طب هلا شو الحلو في الام في سي؟ صار لك تقعدش تكتب بالاس كيو ال، ولا انت بتيجي بتكتب لي بلغه اسمها لينكيو. شو الحلو في اللينكيو؟ هاي الاستفسار في اللينكيو، طلع لي الداتا وطلع هون الحلو فيها مع الاي اس بي، طلع لي اياها تو ليست. شو يعني الليست؟ زي كيف اخذتوا انتم في الجافا الاري ليست، في بعمل ليستا، هاي الليستا بقدر اصير اربطها مع الفيوز تبعتي واغذي فيها الحقول تبعت الفيو تبعتي زي ما راح اورجيكم اياها. انت راح تكتب استفسار على شريط لينكيو، هاي اللينكيو راح بس نوصلها وتشوفوها انها سهله. لينكيو بتنعطى للانتيتي فريم ورك تبعتك، شو بترجمها؟ اس كيو ال ستيتمنت عشان تفهمها الداتابيس. طيب قول يلا جيب الداتا، جبنا الداتا، رجعت الداتا، رجعت الداتا بقدرش افهمها انا ك ASB، ولا بحولها لريزلت على شكل ايش يا شباب؟ انتيتي على شكل اوبجكت عشان تتوافق مع الصفحات تبعوني، لانه احنا بنشتغل اوبجكت اورينتد في الام في سي، ما بنشتغل اس كيو ال. فانت بتكتب استفسار لينكيو بروح للانتيتي فريم ورك وبخذ الداتا من الداتا بيس وبرجع لك الداتا على شكل ايش؟ انتيتيز، على شكل اوبجكت راح تتعامل معها. سيفنج نفس الشيء، هاي الرسم اللي بتوضحها. في عندك السيف دائما بيجي لما تعمل انت سيف بيعمل تراك تشينجز، هل صار تعديلات بقيم الداتا الموجوده عندي دي؟ عندي في الاي دي ام في الانتيتي داتا موديل؟ نعم صارت تعديلات، بترجمها اوتوماتيكلي التعديلات اما انسيرت او ابديت او ديليت كاس كيو ال كوماند وبعكسها على الداتا. ما صارت تعديلات خلص فيش تراك تشينجز بكملش. فانت بتكتب بالاس كيو ال او عفوا بتكتب بالكود تبعك كونتكست دوت سيف تشينج. شو يعني context.save change؟ هلا الداتا انت عشان تفهم معي، هلا هون في كلاسي قلت والله بدي اعدل، بعد قيم عدلت على الانتيتي داتا موديل، انا لسه ما عدلت على الداتا بيس، فعدلت على القيم الصوره الافتراضيه عن الداتا بيس. هلا لسه ما تسيبت على الداتا بيس الا لما اجي انفذ امر شو اسمه؟ save changes. بتطلع هل عن جد تم تعديل على المحتويات تبعت الداتا بيس او على الانتيتي داتا موديل عن الصوره الاوليه؟ اذا تم التعديل روح ايش؟ سيف على الداتابيس، فحول اوامرك اللي انت كنت كاتبها باللينكيو لايش؟ لانسيرت او ابديت او ديليت كوماند بالاس كيو ال وبيعكس على الداتابيس. طيب خلينا على السريع بس عشان انا عارف انكم زهقتوا، قلت لكم هاي محاضره نظريه بس عشان يعني نفهم فكره، بس نطبق عملي بتفهموها اكثر، بتشوف الحقيقه كيف بحط كلاسات جوا فولدر الموديل. حلو، الاي دي ام هي كونسبشوال موديل اللي هو زي ما حكينا الانتيتيز، بنعملها مابينج مع الاستورج موديل اللي هي الداتابيس تبعتي.
تمام. طب كيف هاي الاستراكشر تبع الاركيتكتشر تبعت الداتابيس؟ استفساراتك تقدر تكتبها بلغتين، في لغه اسمها لينكيو اللي هي احنا راح ناخذها، في لغه ثانيه اسمها انتيتي اس كيو ال، هي زيها زي اللينكيو بس بدها واحد يكون يعني هي شوي اصعب احنا بنسميها، يعني بدها واحد اكسبرت اكثر. فانت استفساراتك بغض النظر سواء سيلكت او انسيرت او ابديت او ديليت راح تنكتب بصيغه لينكيو او انتيتي اس كيو ال، تنبعث لشيء اسمه اوبجكت سيرفيسز. هي بالنهايه هاي الاستفسارات بتنتج على شكل اوبجكت، نحط لي هاي القيم من هذا الكلاس، دائما الكلاس بتصدر منه اوبجكتس انت، ففي عندنا خدمات اسمها اوبجكت سيرفيسز، فباخذ استفسارك على شكل ايش بنتجه على شكل اوبجكت، بعطيه لشيء اسمه انتيتي داتا داتا بروفايدر، انتيتي كلاينت داتا بروفايدر، باخذ الاوبجكت تبعك هذا بحوله للاي دي او، الاي دي او اللي هي بتخاطب مع الداتا بيس فعليا وبخزن داتا فيها، بس ارجع الداتا للبرنامج تبع تسحب داتا بتنعطى للاي دي او داتا بروفايدر، بعطيها للكلاينت داتا بروفايدر برجعها على شكل اوبجكت وبتيجي ك صيغه لينكيو او بتيجي كصيغه انتيتي اس كيو ال وبتنعطى للاي دي ام. فهذه الهيراركي. فيعني انت عشان تفهم الفكره، يعني في ناس بيقول لي معقده، انت ما لك في التعقيد، هذا كله ابستراكت عنك، هذا كله مغطى عنك، انت بس ما عليك الا تكتب ايش امر لينكيو بس، هو لحاله بتيجي الانتيتي فريم ورك بتعمل لك بنيا لك جدول او بنيا لك الاي دي ام اللي هي الانتيتي داتا موديل، هي لحاله بنيا لك كونسبشوال موديل، وهي بتعمل المابنج لحاله للاستورج من خلال هاي الاركيتكتشر، انه استفساراتك راح تصدر على شكل اوبجكت تنعطى للكلاينت داتا بروفايدر، بعدين الكلاينت داتا بروفايدر بخاطب الاي دي او، الاي دي او بتخاطب الداتابيس، لما بدي استرجع بيانات من الداتابيس بيجي الاي دي او بسحب الداتا من الداتابيس بعطيها للكلاينت بروفايدر للاوبجكت سيرفيسز برجع لي اياها كلينكيو او انتيتي اس كيو ال. يعني هاي توضيحات لهم، يعني انا بديش عاد اقرا لكم اياها، اللي هو هذول الثلاثه حكينا عنهم او الاربعه هذول حكينا عنهم، شو يعني انتيتي داتا موديل، هاي الانتيتي داتا موديل احنا حكينا هيو انه يشبه الداتا بيس على شكل انتيتيز اللي هي هاي بنسميها كونسبشوال موديل، تمام. والكونسبشوال موديل هذا بتخاطب مع الاستورج موديل اللي هي الداتا بيس، هي كلاسات بتخاطب الداتا بيس الحقيقيه من خلال انه عمل لهم مابنج مطابقه بين الكونسبشوال و الاستورج. استفساراتك تكتب باللينكيو تو انتيتي او انتيتي اس كيو ال، هاي راح احنا نشتغل عليها طبعا، هي اللينكيو هاي هي راح نشتغل عليها، هاي ادفانس مش راح نشتغل عليها، يعني اذا انتم بتحبوا اشتغلوا عليها دائما، انه يعني هاي تعتبر هاي لاحظوا انه مور ديفيكلت، يعني تعتبر اصعب شوي ادفانس. دائما الداتا تبعتك تشكل على تصدر لك على شكل اوبجكت سيرفيسز، يعني اوبجكت وفي خدمات ست وجت وسوي كذا ضيف اعمل اطرح زي ما كنت تبني اوبجكت اورينتد، احنا اورينتد عفوا بنسميهم نعمل ماتيرياليزيشن، يعني تصير انه ماتيريال محسوسه، هاي الداتا كانت موجوده في الداتا بيس بدي اتعامل معها وحسب اتعامل معها على شكل اوبجكت، على شكل اوبجكت. والكلاينت داتا بروفايدر وظيفته ياخذ الاوبجكت هذا او يصدر، يعني يعمل ان واوت، ان واوت للاوبجكت سيرفيسز تبعتي من خلال انه يتخاطب مع الايديو. بديش اعرف افصل لكم اياها بس للعلم بالشيء. فانت كمبرمج المطلوب منك تفهمه انه انت الداتابيس تبعتك هي الداتابيس، تقدر تكون اوراكل، تقدر تكون اس كيو ال سيرفر، ممكن تكون اكسس داتابيس، وات ايفر، ابني الداتابيس تبعك. حلو في الانتيتي فريم في الام في سي بتوفر لك شيء اسمه انتيتي فريم ورك، الانتيتي فريم ورك ببني كونسبشوال موديل عن الداتابيس من خلال انه بيعمل الداتابيس تبعتك على شكل انتيتيز وبعملها مابينج مع الستورج موديل مع الداتابيس الاصليه تبعتك. طبعا هاي كلاس وهاي كلاس وهاي كلاس، يعني راح تشوف انه هذول كلهم كلاسز جاهزه، بس عشان يمشوا يوصلوا للداتابيس في عندك عده لايرز بيناتهم، يعني كلاس بعطي لك كلاس بعطي لك كلاس بعطي لك كلاس بعطي لك كلاس. صح انه واحد يقول لي طب هيك صار عبء، صار عبء انه كبر السيستم شوي، بس ريحت المبرمج، ريحت المبرمج وطلعت الداتابيس مش على شكل تيبلز، على شكل ايش اوبجكتس. هذه الفكره. انا كان هدف اليوم بس منظور نظري عن الداتابيس، مش انه تطبيق عملي. بعد الامتحان ان شاء الله بنبلش نطبق عمليا ونشوف شو هذا الحكي، بنشوف شو يعني كونسبشوال موديل، شو يعني مابينج، شو يعني ستورج داتا، شو يعني لينكيو، راح نشوف كل هاي الشغلات ان شاء الله. بالتطبيق العملي دائما بتصير الشغلات اوضح. فانا يعني هاي المحاضره دائما بحبش انا المحاضرات النظريه لانه الطلاب ضلهم بس مستمعين، المحاضرات اللي دائما بنبلش ايش عملي ونبلش نحكي عن كل المصطلحات هاي اللي حكيناها. تمام، راح اكتفي لحد هون.
في أسئلة إشي؟ أكيد فيش. تمام الأمور إن شاء الله. إن شاء الله. لا إحنا طلعوا يا شباب، هذا يعني أنا بس للعلم بالشيء، يعني إنه أدرك إنه في إشي اسمه Entity Framework فقط، والمصطلحات الأساسية هاي كلها بتيجي معك وأنت بتبلش تشتغل، بس مضطر أشرحها لأنه حسب اللي يعني الاتفاق بينه وبين الدكتور خليل إنه صار يحكي لازم نحكي هاي المقدمة النظرية فحكيت. ولا أنا منه علي بحب أدخل مباشرة بالتطبيق وأصير أحكي هاي هيك وهاي هيك وهاي هيك، بس عشان نكون إحنا الشعبتين زي بعض طابقت معها بالضبط. فالمحاضرة الجاية إن شاء الله نبلش نبني داتابيس وورديكم كيف تربطها مع الفيوز تبعونا، كيف إنه بتصير عملية الربط، بيبني كلاسات بالموديل تأخذ من الداتا وترجع للداتابيس تبعك. تمام، راح أكتفي لحد هون. هاي خلينا نعمل ستوب شير، هاي ستوب شير، وقبل ما نطلع أو